اللي بنتكلم عنه اليوم سفاح، وقبل لا يكمل 18 سنة كان بسجل الإجرامي 10 ضحايا، وزاد عددهم ل 70 ضحية قبل ما يكمل 21 سنة. انزين، وايد في سفاحين اقتلوا هالعدد، ايش معنى هذا بالذات يا فارس؟ انا الحين اقول لكم اللي خلى من اللي بنتكلم عنه اليوم قاتل غير عادي واثارت جرائم الجدل الاخلاقي، ان ضحايا ما كانوا ضحايا عاديين، ضحايا اغلبهم كانوا قتلوا مجرمين. اتوقع اني حمستكم علشان تعرفون القصه، وانتم الحين مستعيلين تبون تعرفونها، وانا مو راضي اسكت ولا راضي اقول لكم يلا تعالوا. لا لا خلاص، تعالوا معاي خلينا نتعرف على قصتنا اليوم. بطل قصتنا أو مجرم قصتنا هو بيدرو رودريغيز فيلهو، من مواليد يوليو سنة 1954، ومن اسمه كان اسم لاعب كرة، فواضح أنه هو من مواليد البرازيل أو برازيل الجنسية، وتحديدا بمزرعة موجودة بمنطقة سانتا ريتا دو سابوكي. سابوكي ليه؟ فهمتوها؟ أتمنى أنكم فهمتوها لأنه ما راح أعيدها مرة ثانية. المهم، بيدرو أبوه كان وايد عنيف وغير مستقر بحياته الزوجية، وابتدأ يعنف بيدرو من أهو كان ببطن أمه. يلا عاد يلا عاد فارس قاعد قص علينا، شلون هو جنين وأبوه كان يعنفه وهو ببطن أمه؟ شيء ما يدش العقل. زين يبا زين، لحظة الحين أقول لكم، نطروا شوي علي بسرعة كليتوني. أم بيدرو لما كانت حامل فيه، زوجها اللي هو أب بيدرو كان يطقها وكان يعنفها وهي حامل فيه، فانولد هالطفل اللي هو بيدرو وهو يعاني من انبعاج في الجمجمة، يعني راسه كان عوي بالعربي. إيه، مولود وراسه عوي، إيش تبونه يطلع؟ مهندس؟ يطلع سفاح أكيد يعني. لا لا مو شرط، ترى قاعد غشمر. وطبعا هالاب هذا اللي ما كان يرحم زوجته وهي حامل، اكيد لما يوصل ولده او لما تولد ويجيله ولد هم راح يعنفه، فيقول لك من اول ما بيدرو قام يمشي ابوه قام يعنفه. فالولد هذا طفولته كانت وايد صعبه، وطلع عصبي على والده وطباعه وايد سيئه، وبدت اول بوادر العنف عنده لما هاجم ولد عمه الصغير وحاول انه يقتله، كان بيقتل ولد عمه لكن الله رحمه وما مات، يعني عوره بس ما ذبحه جزاك الله خير. والد بيدرو كان مزارع وزهق من شغلته هذه، ما كانت تطلع له فلوس، فراح واشتغل حارس مدرسه بواحده من المدارس اللي بمقاطعه اليفانس، وتو مبتدي الشغل والحياه ابتدت تصير حلوه معاه، لقى الاب نفسه متهم بسرقه مخازن الطعام بالمدرسه، اتهموه بانه يبوق الاكل من المدرسه، المسكين تو لاقي له شغل على طول اتهمته. وطبعا وبسبب هالتهمه هذه فصلوه من الشغل، واقسم حق زوجته انه هو ما سوى كذي، قال لها صدق انا خايس وفيني كل عيوب الدنيا، بس عاد ما توصل فيني اني ابوق اكل المدرسه، والله العظيم. وما قال والله العظيم، انا يعني اكيد قال لها يعني حلف لها. فبيدرو هذا لما شاف ابوه بهالحاله على طول راح واخذ مسدس ابوه وراح علشان ينتقم من اللي ظلموه، قال تظلمون ابوي انا اعلمكم، فاطلق الرصاص على نائب عمده المدينه وهو اللي اتهم والده، اطلق عليه النار وقتله، وبعدها راح واطلق النار على حارس ثاني كان يشتغل مع ابوه بنفس المكان لانه كان يعتقد انه هو اللي باقي الاكل، يعني ابوه كان معه حارس ثاني وبيدرو كان يعتقد ان الحارس الثاني هو اللي سرق الأكل، فراح لو قتله انتقاما حق أبوه. ولما استوعب اللي هو سواه وانه هو قتل اثنين، بسرعة هد المدينة اللي هو عايش فيها وراح ساو باولو. والله وناسة عندهم، تطلع من مدينة تروح مدينة ثانية خلاص ما حد يدري عنك، تختفي، ايش هالعيشة. فبعد ما راح ساو باولو حاول انه يلاقي له شغلة شريفة يترزق منها، لكن ما لقى ولا شغلة عدلة، فاتجه حق سرقة البيوت والناس، كان يوقف الناس بالشارع ويبوق فلوسهم، او كان ينط على البيوت ويبوقها، وبدأ بمخالطة المجرمين وتجار المخدرات، صاروا هذيل ربعه. طبعا اللي قاعد اقول لكم اياه هذا كله قبل لا يكمل 16 سنه، متخيلين اللي هو قاعد يسوي؟ ولما صار عمره 16 سنه صعد ليفل، صار اقوى شوي وقتل تاجر مخدرات، صارت هوشه بينه وبين تاجر المخدرات فقتله، وهالشيء اعتبره بيدرو انه عداله وانه خلص المجتمع من تاجر سموم، يعني هو قدم خدمه حق المجتمع. وهم طلع من ساو باولو وراح منطقه ثانيه، هناك بالمنطقه الثانيه لما طلع من ساو باولو تعرف على حبيبته وكان اسمها ماريا، هني معاها حس بنوع من الامان لانه حبها صدق، لكن ما تهنى معاها، انقتلت ماريا على ايد عصابه مخدرات، وكانت نفس العصابه اللي هو قتل واحد منهم، فهالشيء خلى بيدرو خلاص يصير مجنون، وهو بروحه خبل بعد وتيننونه زياده براس عوي، التنمر الف عندي اليوم انا.
فبعد ما انقتلت حبيبتي على ايد عصابة المخدرات فكر بشغلة سماها مذبحة العصابات، ولاحق كل شخص كانت لايد بقتل حبيبته ما خلى واحد من افراد هالعصابة صاحي، وقام بتصفيتهم بابشع الطرق، تقطيع، رمي بالرصاص، ما خلى شيء ما سواه فيهم. وبهالوقت ما كان معتبر نفسه سفاح، كان معتبر نفسه جلاد وقاعد يحقق العدالة، لانه وعد نفسه ما قاعد يقتل مجرد القتل او انه قاعد يتلذذ بالقتل، وهو قاعد يقتل تجار مخدرات، لا، وكان لهم ايد في قتل حبيبته. واضح ان الدولة ما فيها قانون، فكان لازم انه هو اللي يقتص منهم او هو اللي ياخذ حقه منهم، فبالنسبة له كان قاعد يحقق العدالة. اتوقع للحين القصة طبيعية، او بالنسبة حق جرائم القتل اللي قلناهم من قبل تعتبر القصة وايد طبيعية. لكن تعالوا اخذوا الصدمة الحين، بعز ما كان بيدرو مشغول بانتقامه حق حبيبته وانه قاعد يصفي افراد العصابة، يا له خبر وفاة والدته. ومن اللي قتل والدته؟ ابوه. اي نعم، ابوه طعن والدته بسكين وقتلها. فتم القبض على هالابو اللي كان المفروض من زمان يقبضون عليه وحطوه بالسجن. فلما عرف بيدرو بهالجريمة وان ابوه قتل امه، راح وزاره بالسجن، وهو قاعد معاه داخل السجن طعنه 22 مرة. الحين الكلام مو شلون طعنه او ليش 22 مرة، شلون مدخل سكينة وياك داخل؟ شنو هالسجن الفوضى؟ واحد رايح زاير مسجون مدخل معاه سكينة عادي؟ شلون؟ وطعنه قدام الكل بساحة الزيارة 22 طعنة طعن ابوه. عبالكم خلص؟ لا والله ما خلص، قطع جثته وطلع قلبه من مكانه وقام يعضه. زومبي هذا. الموضوع هذا صار قدام المساجين والضباط، نتف ابوه ولا كنا في احد. عقب جريمته تم اعتقال بيدرو، وهني عمره كان 21 سنة، وكان هذا بالتحديد في مايو سنة 1973. وبعد ما تم القبض عليه وترحيله للسجن، ودوه مع عدد من السجناء ما كانوا بروحه، وكان من بينهم مغتصب اطفال. ولما وصلت سيارة الشرطة السجن او المكان اللي بودونهم اياه، لقوا المغتصب مقتول وغرقان بالدم. من اللي ذبحه؟ طبعا بيدرو. ذابحة داخل سيارة الشرطة، ولك شنو مينون انت؟ بعدها تمت محاكمته على الجرائم اللي ارتكبها، وتم الحكم عليه بالسجن 128 سنة، وانسجن في واحد من أقسى السجون بالبرازيل ووسط مجرمين وايد خطرين. بيدرو، وتودونا سجن في مجرمين؟ وهو برا مو مخليهم، ماخذينه مودينا داخل السجن، وهو بالنسبة له السجن مدينة ملاهي، مكان في كل اللي حبه، على قولتهم كل اللي حبه قلبك راح تلقاه هناك، مغتصبين، قاتلين، متحرشين، كل شيء راح يلقاه هناك. وفعلا هذا اللي سواه. ابتدى داخل السجن بحملة جديدة لاحق فيها المدانين بجرائم قاسية مثل القتل والتعذيب والاغتصاب، كان يدور هذيله. ومن سنة 1973 ولمدة 30 سنة تقريبا قتل 47 سجين، يا أما بالطعن يا أما بشفرة حادة اللي هي الموس، بواحدة من هالطريقتين. وباعترافاته يقول انه هو كان يحدد اللي يبي يقتلهم على حسب جريمته، كل واحد وجريمته، كل ما كانت جريمتك اقوى كل ما كان وقتك بالقتل اقرب. ويقول انه هو كان يحس بالسعاده والفخر لما يقتلهم، ما كان يحس بالذنب، لانه هو كان يسوي خير حق المجتمع، كان يخلصه من المجرمين وتجار المخدرات. زين انت شنو؟ انت وين نحطك؟ باي تصنيف عافيه؟ وبعد ما زادت جرائمه بشكل كبير وما قدروا يسيطرون عليه، اضافوا على المده اللي هو خذاها اول مره 270 سنه، فصار مجموع سنوات الحكم عليه تقريبا 400 سنة. وبالرغم من الحكم اللي خذاه اللي هو 400 سنة تقريبا، واللي الناس يشوفونه مناسب بالنسبة حق عدد الضحايا، إلا أنه طلع بعد 30 سنة من سجنه، لأن هذه عدد السنوات الفعلية للسجن في البرازيل، ما يسجنون أحد أكثر من 30 سنة، حتى لو الأحكام اللي عليك توصل مليون سنة، بس السجن الفعلي لك يكون 30 سنة. فبسنة 2007 تم أطلاق سراحه، وفجأة اختفت سيرته، وما تم اتهامه بأي جريمة ثانية. مو هم سووا مليون جريمة وما حد اتهمه إلا لما انقتل أبوه بالسجن، شلون راح تسمعون عنه؟ ودي أعرف. لكن بحسب المصادر اللي لقيتها يقال إنه هو عايش لغاية يومنا هذا، فاللي بيروح البرازيل دير بالك من بيدرو، همش سيدة لا يذبحك، نصيحة. اللي خلم اللي بنتكلم عنه اليوم قاتل غير عادي. نطر شوي علي. أم بيدرو لما كانت حامل فيه، شلون شلون شلون؟ وبالرغم ما أضافوا وهي
وهو قاعد يقتل تجار مخدرات. بيدرو، ميسي، كريستيانو رونالدو، بيدرو، 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 بيدرو. المهم لهني وصلنا حق نهاية هالفيديو، أتمنى أن عجبكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنتم من ربعي وحبايبي القدام اللي أموت فيهم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. وبالنهاية أقول لكم أحبكم وايد. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة.